السلام عليكم ورحمة الله. مليون مبروك للنادي الأهلي على فوز اليوم وأخذ المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية بفوزه على نادي بالميراس البرازيلي بضربات الجزاء الترجيحية 3-2. قدم النادي الأهلي 3 مباريات في كأس العالم للأندية، كانوا جميع مبارياته كانوا يليقوا باسم بطل أفريقيا وبطل العرب ونادي القرن الأفريقي. المباراة الأولى كان قابل نادي الدحيل القطري وفاز بنتيجة 1-0. المباراة الثانية كان بيلعب مع نادي بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا الموسم الماضي وحاصد كل البطولات، وفاز نادي بايرن ميونخ على النادي الأهلي بنتيجة 2-0، ولكن قدم النادي الأهلي مباراة للتاريخ. المباراة الأخيرة وكان بيلعب مع على المركز الثالث والمركز الرابع في بطولة العالم للأندية الكبار، 6 أندية هم أحسن أندية في العالم بيتواجدوا، كل واحد منهم بيكون بطل القارة بتاعته. أخيرا المباراة الأخيرة بالنادي بالميراس البرازيلي وهو فريق قوي جدا، فاز الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية. مبروك للنادي الأهلي ثالث العالم ومبروك على الميدالية البرونزية، وكل الفخر وكل الحب للنادي الأهلي، طبعا أهلاوي بفتخر. ألف مبروك فوز النادي الأهلي، مبروك لكل عشاق النادي الأهلي في مصر وفي الوطن العربي جميعا. ألف مبروك للنادي الأهلي، كانوا رجالة وكانوا على قد المسؤولية وقدموا مباراة للتاريخ. وشكر خاص للكابتن محمد الشناوي نجم النادي الأهلي ونجم المباراة بل ونجم البطولة جميعها، تألق في كل مبارياته وأثبت وجوده حارس من العيار الصقلي. ألف مبروك لكل أهلاوي في الوطن العربي. السلام عليكم. أهلاوي للرب وعلم بكلمة حب مسموعة ويجي